لو جالك الفرصة انك تسافر برا مصر بس مقابل اجر مادي عالي وتتنازل عن الجنسية المصرية، هتوافق؟ على حسب الفلوس اللي هيدهاني، انا قابل للرشوة. وبالنسبة للجنسية قشطة؟ الجنسية يعني هي مصر عيد لي انا عشان اخد جنسيتها، صلي على النبي. بس بايع مصر؟ بايع مصر؟ لا، مصر هي اللي بايعانا. انت مقنع جدا. لو اتعرض عليك انك تسافر برا مصر مقابل اجر مادي عالي بس انك تتنازل عن الجنسية المصرية، هتوافق؟ لا 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 طبعا مش هوافق طبعا. حابب مصر؟ ايوه طبعا حاببها. ممكن يكون في مساوئ، ممكن يكون في حاجات مش عاجبنا، بس مش معنى كده ان احنا نتنازل عن الجنسية او نتنازل عن البلد بتاعتنا. حاسس بالامان وانت في مصر؟ اه طبعا. مش شايف انك هتكون افضل او في مستوى معيشي اعلى انك لو سافرت؟ مستوى معيشي احسن، ممكن مستوى معيشي احسن، بس برضه لازم في الاخر برضه ترجع لبلدك، يعني تلف في الاخر ترجع لبلدك في الاخر برضه. لو اتعرض عليك مرتب عالي خارج مصر مقابل تنزل عن جنسيتك المصريه، هتوافقي؟ هوافق. ليه هتوافقي؟ عشان ببساطه يعني عشان انا ما بحبش مصر، ما بحبش كوني المصريه، يعني عشان اسباب كتير. زي ايه يعني؟ ايه اللي خلاكي ان انت تفكري ان انت تسافري بره وتنزلي عن جنسيتك وما ترجعيهاش تاني؟ انا اصلا طول حياتي عايشه بره وبعيد عن مصر، ف ساعه ما رجعت كانت كل حاجه في مصر بايظه، فهو ده اللي خلاني يعني ما بحبهاش وكده. يعني انت مش حابه قعدتك هنا في مصر عامه؟ لو تعرض عليك انك تسافر بره مصر مقابل اجر مادي عالي بس تنزل عن الجنسيه المصريه، هتوافق؟ لازم تنزل عن الجنسيه المصريه. ايوه. لو اجر عالي عادي ممكن اوافق. ليه هتوافق؟ عادي بقى فيها اجر عالي. بس انت هتنزل عن جنسيه خالص. اي مش هيبقى معايا جنسيه تانية؟ بس مش هتدخل مصر تاني. مش هدخل مصر تاني يعني، ممكن افكر في الموضوع ده، بس يعني عادي ممكن برضه. قشطه يعني. قشطه والله. لو تعرض عليك انك تسافر برا مصر وتشتغل مقابل اجر مادي عالي بس انك تتنازل عن جنسيتك المصريه، هتوافق؟ هوافق. ليه بتتكلم بثقه وموافق؟ لان الجنسيه المصريه يعني في الترتيب رقم 250 في ترتيب الجنسيات، والمصري الصومال فيها مجاعه بس نسبه السعاده عندهم اعلى من عندنا. وهتسيب اهلك؟ انت هتتنازل عن الجنسيه خالص؟ يبقوا يجوا هم. يعني انتوا كلكم تسيبوا وتتنازلوا عن الجنسيه؟ مش او يجوا، دي حاجه كل واحد حر فيها بصراحه. يعني انت عادي عندك استعداد تبعد عن اهلك عشان ما تقعدش في مصر عامه؟ هو يعني انا ما كنتش قاعد في مصر، بس لما جيت مصر بصراحه كرهتها اكتر بصراحه. لو اتعرض عليك انك تسافري بره مصر تشتغلي مقابل اجر مادي عالي بس تتنازلي عن جنسيتك المصريه، هتوافقي؟ اتنازل عن جنسيتي المصريه لا، لكن لو اتعرض علي اشتغل واجتهد هناك هشتغل واجتهد وبعد كده ارجع في مصر. مبسوطه في مصر؟ جدا. واحد حاسه بالامان لما بتخرجي ومفيش اي قلق؟ لا يعني بصي، هو الواحد لازم ياخد احتياطه في كل حال، بس يعني دايما الواحد يعني ياخد باله في الخروج في الدخول،